من المرتقب أن تقام مراسم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر ذاته أن مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل بقصر الشعب ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر. وتوفي الفريق قايد صالح أمس الاثنين على إثر سكتة قلبية لمت به في بيته عن عمر ناهز 80 عاما. هذا ومن المنتظر أن ينقل جثمان الفريق أحمد قايد صالح صباح غد الأربعاء من المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة إلى قصر الشعب لتمكين المواطنين من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه.